حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب أحمد الجاسم، ضابط علاقات عامة وتوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني. بعد التحية، طبعا هل توضح لنا عدد وطبيعة البلاغات التي تلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم نتيجة تساقط الأمطار على المملكة؟ يعطيكم العافية. تلقت غرفة العمليات الإدارة العامة للدفاع المدني ما يقارب 60 بلاغ ابتداء من الساعة 10:11 صباحا إلى هذه الساعة. غطت غرفة إدارة العمليات البلاغات اللي هي سقوط إعلانات، عدد 6 بلاغات، شفط المياه من الشوارع والمساكن عدد 4 بلاغات، إنقاذ عدد بلاغين، سحب السيارة من تجمع المياه الأمطار عدد بلاغين، الالتماسات الكهربائية عدد 6 بلاغات، وسقوط أشجار عدد 4 بلاغات. نعم، في حين يعني تلقي مثل هذه البلاغات، كيف تم التعامل معها؟ تم التعامل مع هذه البلاغات من قبل إدارة العمليات وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، ومثال ذلك تأمين المساكن اللي فيها التماسات كهربائية وتسليمها إلى طوارئ هيئة الكهرباء والماء بحيث أنها تباشر عملها وتأمن السكن وإعادة التيار الكهربائي إلى هذا المسكن. وأيضا صار آخر اللي هي شفط مياه الأمطار من الطرق والأنفاق والمساكن بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات، بحيث تم تخصيص عدد من صهاريج الماء للشفط من قبل شؤون البلديات لتلبية البلاغات الكبيرة اللي أوردت من قبل المواطنين والمقيمين. ولله الحمد تم الاستجابة لهذه البلاغات والعمل عليها واحترافية عالية من قبل جميع الجهات الأمنية والوزارات والهيئات ذات الاختصاص لضمان سلامة المواطن والمقيم. نعم، النقيب أحمد الجاسم، ضابط علاقات عامة وتوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.